بعدما لعبت دورا بارزا في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، ها هي حركة تمرد تفصح في مؤتمرها العام الأول عن دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي قبل أن يحسم هو موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي المشهد رموز من التيار الناصري يشير حضورهم إلى أن السيسي يمثل برأيهم امتدادا للمشروع الوطني الناصري. تمرد رسميا بتدعم المشير عبد الفتاح السيسي وزملائنا في اي حمله ثانيه احنا هنعتبرهم ضمانه ان يكون المنافسه بيننا وبين خصومنا منافسه شريفه. مؤسس الحركة شدد على أنه لا مساس بعضوية من بادروا بإعلان دعمهم لحمدين صباحي في السباق الرئاسي، لكن المشهد خارج قاعة المؤتمر كان مختلفا. هنا كانت بداية الأزمة عندما كشف عدد من مؤسسي الحركة عن تأييدهم لترشح صباحي للرئاسة، إلا أن بعضهم قلل من تأثير هذه الأزمة على وحدة الحركة وتماسكها. كل فرد داخل الحركة التمرد زي أي مواطن مصري له حقوق سياسية واجتماعية ودستورية أيضا، ومن ضمن تلك الحقوق أنهم من حقه أن يرشح من يراه من وجهة نظره رئيسا للجمهورية. الحركة التي لم تكمل بعد عامها الأول ربما تشهد تطورا نوعيا في آلية ممارستها للسياسة بعد ظهور اتجاه داخلها يدعو إلى تحويلها لحزب سياسي. في مواجهة الرئيس السابق ظهرت حركة تمرد، وبسبب اختيار رئيس مقبل تمردت الحركة على نفسها، مشهد يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على التماسك ومن ثم تأثير الحركة الشبابية على الحياة السياسية مستقبلا. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.